بعضكم يمكن سمع عنهم، بعضكم اطلع عليهم. انا عارفه ان الدكتور اشرف اطلع عليهم، لان البحثين دول واختصار ان هو متوقع انا هتكلم عن ايه، هم بحثين الحقيقه في منتهى الاهميه، والاول مره بيتعملوا في مصر، وبيتعملوا تحت رعايه الجهاز المركزي اللي اصدرهم الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، وده جهاز بيشرف عليه الدكتور اشرف العربي وبيديله كل الدعم وكل المسانده، وعشان كده احنا شايفين انطلاقه متميزه جدا في عمل هذا الجهاز. اول بحث هحكي لكم عليه هو اسمه التكلفه الاقتصاديه للعنف القائم على النوع. والتكلفه الاقتصاديه للعنف القائم على النوع فيها بعض الارقام، انا اخترت لكم بعض الارقام السريعه اللي عاوزه حضراتكم تبصوا عليها وتفكروا فيها وتفكروا في مصر بيحصل ايه، ومصر طبعا جزء من العالم. في بلدنا 1,000,000 امراه بتترك منزل الزوجيه سنويا بسبب العنف على يد الزوج. 1,000,000 امرأة كل سنة تترك منزل الزوجية بسبب العنف ضد من الزوج. 200,000 امرأة بتتعرض للعنف أثناء الحمل، ونصهم بيفقد جنينه بسبب هذا العنف. أنا عاوز أقول لحضراتكم أنه قيمة ما تكلفته النساء وأسرهن بشكل مباشر according للبحث ده 2,170,000,000، ودي تكلفة مباشرة وغير مباشرة، مش مدخلين فيها تكلفة العلاج في مستشفيات الدولة، ولا تكلفة مؤسسات الرعاية الاجتماعية للنساء المعنفات، ولا تكلفة أجهزة الشرطة اللي بتعمل على هذه الموضوعات. 2,170,000,000 تكلفة العنف ضد المرأة في مصر. عاوز أقول لحضراتكم أنه العنف ضد المرأة اللي احنا بنتكلم عنه 10% بس اللي بيتم الإبلاغ عنه واللي بيتعرف، و90% منه لا يتم الإبلاغ عنه لأنه مش جزء من ثقافتنا أن احنا نتحدث عن العنف المنزلي. النساء يغيبن عن العمل 1,000,000 يوم عمل في السنة في مصر. 1,000,000 يوم عمل في السنة المرأة بتغيبه بسبب عنف وقع عليها من زوج أو من أب أو من أخ. أنا عاوز أقول لحضراتكم أنه حسابات الخسارة اللي عملها لنا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لا يتضمن الخسارة في إنتاجية المرأة نتيجة الضغوط النفسية، وده موجود في البحوث الدولية، لكن البحث المصري أنا لاحظت أنه لم يتعرض لحجم الخسارة اللي بتقع في إنتاجية المرأة لما بتروح الشغل معنفة، وحسب بس غياب المرأة عن العمل بسبب العنف. أنا عاوز أقول لحضراتكم، يمكن حضراتكم عارفين وأنا اتكلمت قبل كده مع هذه المجموعة عن مساهمة المرأة في سوق العمل. مساهمة المرأة في سوق العمل ضعيفة جدا، هي تلت مساهمة الرجل. فإذا كنا بنقول إنه في 1,000,000 يوم عمل غياب بسبب العنف ضد المرأة اللي هو أساسا مساهمتها في العمل ضعيفة، يبقى ده رقم لازم يلفت نظرنا وناخد بالنا منه كويس قوي. في بلدنا 16,600 بنت بتسيب المدرسة في إعدادي وثانوي بسبب عنف من أب أو من أخ أو من زوج، وانتوا عارفين إن 22% من بنات مصر بيتجوزوا قبل ما يتموا سن 18 سنة. فإحنا عندنا 16,600 بنت بيسيبوا المدرسة بسبب عنف وقع عليها واضطرها لترك الدراسة، وده إهدار كبير جداً لمستقبل البنات دول وأسرهم ومستقبل أولادهم. 4,000,000 سيدة مصرية بتتعرض للتحرش كل سنة، وأنا لما بتكلم عن التحرش بتكلم عن التحرش في الشارع وفي المواصلات فقط، ما بتكلمش عن التحرش اللي كلنا بنتعرض له في التلفزيون والدراما والإعلانات والأغاني والإيذاء السمعي والبصري اللي أنا بعتبره نوع من أنواع العنف ضد المرأة والتحرش والمهانة اللي النساء بيتعرضن لها. ولكن المهم إن حضراتكم تعرفوه إنه 40% من ستات مصر بين سن 18 سنة وسن 24 سنة تعرضنا للعنف على الأقل مرة واحدة. 40% من سيدات مصر العظيمات معنفات. اللي أنا عايز أقوله لكم إنه هذه الدراسة لم تتعرض لجانب مهم جدا الدراسات الدولية دايما بتغطيه، هو ما أثر مشاهدة الأطفال للعنف الواقع على أمهاتهم أو أخواتهم من الإناث، وده تأثيره مهم جدا وتأثيره سلبي جدا. فده البحث الأول واسمه التكلفة الاقتصادية للعنف الواقع على المرأة. البحث الثاني ده مؤخف شويه من البحث ده، والبحث الثاني احدث، ده كان من شهرين، والبحث اللي هقول لكم عليه ده لسه طالع من 3 ايام، واسمه نتائج الحقيقه استخدام الوقت لدى المصريين. ونتائج استخدام الوقت لدى المصريين ده بحث كبير جدا مهم انكم تبصوا عليه، بيحكي لكم عن حاجات لطيفه جدا، المصريين بيناموا قد ايه وبيتفرجوا على التلفزيون قد ايه وحاجات كده، بس انا طلعت منه البيانات التي تخص المرأة. السيدات في هذا البلد يخصصنا، لما بقول لحضراتكم السيدات ده بيدخل فيه المرأة العاملة، السيدات في المتوسط في بلدنا بيخصصنا 6 ساعات يوميا للأنشطة المنزلية غير مدفوعة الأجر،
مقابل ساعة ونص بيخصصها الرجل لأنشطة منزلية. تقدير العمل المنزلي غير ما تساعد امرأة إن يكون عندها حماية اجتماعية، اللي عنده حد بيشتغل عنده يأمن عليه، اللي عنده حد بيشتغل في شركته أو في مكتبه يتأكد إنه بيترك لها مساحة من الوقت علشان ترعى أسرتها، لأن ده عبء حقيقي وعبء له ثمن ولازم المجتمع يتحمله. يدي شوية وقت عشان يوعي بقية الستات اللي بيشتغلوا معاه الأصغر سناً، واللي محتاجين دعم معنوي، واللي محتاجين دعم مالي، واللي محتاجين دعم فني، واللي محتاجين مساندة من أي نوع. مهم جداً إن إحنا وإحنا بنفكر في مؤسسة الخمسين امرأة نشوف إحنا هنعمل إيه في ظواهر زي العنف ضد المرأة، هنساهم إزاي في الحد منه، هنعمل إيه في ظواهر زي العمالة غير مدفوعة الأجر وبدون حماية اجتماعية وغير المنظمة اللي بيعاني منها النساء، هنعمل إيه في التحرش ضد النساء، هنعمل إيه في صورة المرأة في الدراما والإعلام. كل ست فينا في دائرة عملها وفي دائرة أسرتها وفي دائرة تأثيرها ليها أثر كبير. فأنا بدعو الخمسين سيدة اللي موجودين معنا السنة دي والخمسين سيدة اللي هنضموا السنة الجاية والسنة اللي بعدها إن إحنا نضع هذه الأهداف أمامنا، إزاي هذه المؤسسة يكون لها دور مهم ودور مؤثر في إن بلدنا تكون مكان أكثر أمناً للنساء، أكثر ترحيباً وحناناً على النساء، أكثر رعاية للنساء، مش حباً في الستات ولا لأننا ستات، ولكن لأن رعاية المرأة هو رعاية للمجتمع ككل، وهو حماية للمجتمع ككل، وهو بيؤدي إلى مجتمع أكثر أمناً وأكثر فنواً وأكثر نجاحاً، ويؤدي إلى تنمية مستدامة بجد. وكوفي عنان قال كلمة مهمة جداً عايزة أقولها لحضراتكم، وكلمة كوفي عنان هي إن العنف ضد النساء هو أكثر أنواع العنف انتشاراً وأكثرها خزياً على مستوى العالم، هو عنف لا يعرف الحدود الجغرافية ولا الثقافية ولا المادية، وما دام العنف ضد النساء مستمرا لن يكون في وسع العالم تحقيق أي تقدم حقيقي نحو التنمية أو نحو السلام. فأنا بشكركم وبتمنى لكم يعني سهرة سعيدة ورمضان جميل وكل سنة وأنتم طيبين. بشكر الدكتورة غادة والي الحقيقة على الكلمة المهمة. الحقيقة يعني مش معقول هيكون موجود معانا برضو الوزير أشرف العربي والوزير ياسر القاضي، ومش هسألهم أسئلة محددة جدا في القصة. هبدأ الحقيقة بالوزير أشرف العربي. أهلا وسهلا. أمير نور الدين رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات في الجهاز المركزي للتعبئة. أنا كنت المسؤولة ومشرفة على البحثين، ومرسي جدا لدكتورة غادة والي. بنشكرك على النقاط المهمة والأرقام المذهلة اللي أنت مطلعاها الحقيقة. هناخد التقرير، وعايزة أسأل الحقيقة الدكتور أشرف العربي، المرأة في الموازنة المصرية، المرأة في الموازنة المصرية وانتوا بتعملوا الموازنة، هل في أي اهتمام خاص بالمشروعات الخاصة بالمرأة؟ طلع من عندكم أو خرج من عندكم مشروعين كبار، أيادي ومشروع تاني أيادي إن آي كابيتال وأيادي، والاثنين الحقيقة يعني مش عارفين هل هم بيحتضنوا مشروعات الستات الانتربرنور، لهم تسهيلات خاصة ممكن ياخدوها منها، ولا المسألة ماشية ازاي؟ يعني اولا مساء الخير وكل سنة حضراتكم جميعا بخير. الاجتماعي موجود في كل المحاور العشرة الأساسية للاستراتيجية التنمية المستدامة، لأن احنا مقتنعين ومؤمنين جدا إن بدون وجود ده وبدون ما تكون هي جزء لا يتجزأ من كل محور ومن كل بعد من أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مش هنقدر أبدا نحقق أي من أهداف هذه التنمية. فالاستراتيجية بشكل واضح جدا البعد النوع الاجتماعي موجود في كل هذه المحاور. الحاجة الثانية في الـ في الـ في الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عموما، برنامج الحكومة المتوسط
في الاجل لحد يونيو 2018، والخطه الجديده والموازنه اللي احنا ان شاء الله باذن الله بنناقشها بدايه من الاسبوع القادم في مجلس النواب، مراعيين فيها بشكل كبير جدا. وطبعا يعني بدعو حضراتكم اللي ما قراش الوثيقه، هي وثيقه متاحه سواء وثيقه الاستراتيجيه او وثيقه الخطه او البيان المالي للموازنه العامه للدوله، موجوده ومتاحه على موقع وزاره التخطيط وموقع وزاره الماليه. طبعا احنا زي مدينه قالت الحقيقه ان احنا في عدد من المبادرات اللي احنا طلعنا بيها الفتره اللي فاتت واللي احنا شايفينها مهمه جدا. فكره ايادي مبنيه على نموذج يعني بندعي ان هو مختلف بعض الشيء على فكره الشراكه بين القطاعين العام والخاص، بين الحكومه والقطاع الخاص. بالتالي بدأنا نعمل ايادي بهذا الفكر، ان احنا بنحط يعني ايادي بنوصله كفاند كصندوق داخل فيه الحكومه والعام والمال العام، وداخل فيه كمان القطاع الخاص بشكل كبير جدا. ادارته اداره يعني بفكر تماما فكر القطاع الخاص. المراه ممثله بشكل واضح جدا على مجلس اداره ايادي. عندنا يعني اثنين من السيدات الخمسين الاكثر تاثيرا موجودين على البورد بتاع ايادي. فبالتالي طبعا ايادي مطلعين اكثر من حاجه، يعني عاملين شركه مايكرو فاينانس، عاملين شركه طبعا مع البريد الاستثمار عندنا، وده طبعا برضو ممكن يبقى واحده من الاليات المهمه جدا لدعم المشروعات الصغيره وفي نهايه الصغر اللي هي كمان بتركز على المرأة في مختلف المحافظات. عندنا الحقيقة اكتر من برنامج موجود ومتاح، واحنا الحقيقة في موقع الكتروني لايادي على الانترنت، التفاصيل ممكن تلاقوها موجودة بشكل جديد. انا الحقيقة سعيد جدا بالكلام اللي معالي الوزيرة غادة والي قالته، ان احنا بجد النهارده واحنا بنحتفل ببدء يعني منظمه جديده، مجتمع مدني جديد ان شاء الله تكون قويه جدا. احنا مؤمنين ومقتنعين ان حجم التحديات اللي مصر بتواجهها وبتعيشها النهارده هي اكبر بكثير من قدره اي جهه منفرده، سواء الحكومه منفرده او القطاع الخاص منفرد او المجتمع المدني منفرد. فهنا بناكد على فكره الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبأكد على كلمة المجتمع المدني اللي احنا كنا لازم نكون مؤمنين بأهمية دوره. احنا انا من الناس اللي كان ليا الشرف ان انا شاركت في تقرير التنمية البشرية في 2008 مع الدكتورة هبة حمدوسة، وكان على المجتمع المدني وعلى أهميته. وانا شايف اللي بيحصل في مصر النهاردة بشكل كبير جدا هو تفعيل لكثير جدا من التوصيات اللي خرج بها هذا التقرير، اللي انا بعتبره من التقارير المهمة جدا اللي صدرت في مصر. فأنا سعيد بهذا الكيان، سعيد إن احنا نكون شركاء فيه وشركاء معاه، وإن شاء الله بإذن الله طول ما احنا بنشتغل مع بعض بشكل أقوى بروح فعلا يعني روح إيجابية، طول ما في دور أقوى للمرأة، وأنا من المتحيزين للقضايا المرأة يعني بشكل كبير. وبالتالي احنا يعني لان زي ما معالي الوزيره غاده قالت، مش تحيز للمراه، هو تحيز بجد للمجتمع، لان احنا شايفين هي الاساس للاسره وهي اساس المجتمع بشكل كبير جدا. فاحنا ان شاء الله يعني متفائلين جدا، وسعيد جدا مره ثانيه ان انا يعني اكون مع حضراتكم في هذه الامسيه الجميله، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. سياده الوزير، وهسال الوزير مهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، ترى عدد السيدات في وزارة الاتصالات ده سؤال حلو. اولا طبعا كل سنه وحضراتكم كلكم بخير، وانا بشكر اموال الغد وبشكر الاستاذ الهيرة عبد الفتاح على الدعوه الكريمه. طبعا يعني الكلمه اللي القتها معالي الوزيره غاده والي كلمه مهمه جدا بتعكس الثقافه بتاعه المجتمع المصري. الحقيقه اللي احنا الريبورتس دي او التقارير اللي اتقالت النهارده تقارير مهمه جدا جدا، وبرضه هرجع للي قاله الدكتور اشرف، ان هي
الشراكة ما بين الدولة وممثلة في الحكومة وبين القطاع الخاص والNGOs أو منظمات المجتمع المدني لتغيير الفكر وتغيير المنظور للمرأة ودور المرأة في المجتمع. هذه استراتيجية. أنت يا دينا قلت إن عندك كان حلم وأنت صغيرة. أنا حلمي برضو والنموذج اللي أنا دايما ببص عليه هي العظيمة أم كلثوم. وكنت بشوف إن أم كلثوم بتبقى واقفة على ستيج ست ووراها 50 راجل هي اللي بتقود، وعشان تطلع الموسيقى ويطلع الغنى بالمنظر اللي احنا شايفينه لغايه النهارده، ولغايه ما يعني يرفع يوم القيامه هتبقى دايما ام كلثوم هي الرائده. فبالنسبه لي ده برده كان نموذج رائع جدا. انا بشعر انه المنتدى الخمسين لو قدرنا نعمل فيه شغل صح هنقدر ندي دفعه كبيره جدا لشابات كثيرين ان هم يقدروا يحققوا حلمهم سواء كان في قطاع خاص او في عمل حكومي، وده شيء مهم جدا جدا جدا. يمكن كانت سنه 2016 سماها السيد الرئيس سنه الشباب، اتمنى ان 2017 ورقم 7 ده رقم مهم ان هو ان شاء الله يبقى عام المرأة، المراه الناجحه، المراه العامله، المراه الطموحه، المراه التي تضع يعني تبقى نموذج لرجال وسيدات. لو تسمحي لي يا دينا بس اخد وقت زياده شويه، واحنا هنا بنكرم المراه وانا في مراه عايزه اكرمها، هي مش ب 50 مره، هي بالنسبه لي انا ب 5 مليار مره وهي والدتي. لو تسمحي لي بالوقت انا في حاجه عايزه اقراها لها، ممكن اقراها؟ انا قريتها يمكن قبل كده في تكريم، بس يعني كل ما الجامع يبقى اكبر كل ما يبقى يعني أفضل. ودي حاجة أنا كتبتها لوالدتي في عيد الأم واتنشرت في الأخبار برضو، فبقول هي رسالة حبي إلى أمي السيدة نجوى العطار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. صدق الله العظيم. فإذا كان هارون أخو سيدنا موسى عليه السلام هو وزيرا له، فإن أمي السيدة العظيمة نجوى هي وزيرتي وتاج رأسي. فما كنت أستطيع أن أطلق العنان لأحلامي وأراها تتحقق أمامي بدون أمي. أمي التي ربتني على الرضا والتوكل الكامل على الله مع الإيمان في نفسي. أمي التي تحثني على اكتساب رأس المال الذي لا ينفد أبدا وهو العلم، وتشجعني دائما على العمل الدؤوب والجهد المستمر. أمي التي تصغى إلى ثرثرتي وتتحمل صمتي. أمي التي تحل مشاكلي برؤيتها الثاقبة وفتنتها المعهودة. أمي المبتسمة المتفائلة دائما المستبشرة خيرا بما يحمله الزمن لي. أمي التي تحتضنني وتقبلني فأشعر أني أمتلك الدنيا. في عيديها أقول لها كل يوم في وجودك عيد، تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بقدرك، فكما غنت أم كلثوم أقول لك إيه وعيني كلها نجوى. أتمنى لك يا نجوى يا أيتها الحبيبة الغالية الصحة وطول العمر، ربنا يخليك يا أمي. شكرا. هطلب معلش من مجموعة الخمسين اللي يعني على الأقل يعني الموجودين منهم النهاردة إن احنا هنسلم الأورد للدكتورة رانيا المشاط. تفضلوا. تفضل يا رانيا. عايز أقول لكم يا جماعة إن احنا كلنا هنا اللي قالته رانيا ده، كل واحدة منا هنا هي نموذج لأمها على فكرة، يعني كل واحدة من اللي موجودين هنا هي تمثيل لأمها، وولادنا هيبقوا تمثيل لينا. اتفضلي يا دكتورة غادة عشان نسلم الدكتورة رانيا. لا اتفضلي، ما عندك ولاد ممكن برضه تمثيل ليكي. هبة السويدي اتفضلي. هنتصور كلنا معاكي بقى رانيا صورة تذكارية. احنا نتصور ازاي يا جماعه؟ نقف ازاي؟ نشيل البوديوم ده معلش، ممكن حد يشيل لنا البوديوم؟ البوديوم بعد اذنكم. اتفضلوا كلكم، اتفضلوا. احنا عايزين فين استاذه عزه فهمي معانا؟ طلعت؟ تعالي اتفضلي. هيستحملها. لا 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 لا
ميرسي. وهنبدا بقى ندعو ناصر مورالي ان هو يجي علشان يسمعنا بدعو ناصر. دكتورة غادة والي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. تحكي لي تعليقك عن التكريم. يعني احنا النهاردة في منتدى الخمسين بنكرم الدكتورة رانيا النمشاط لاختيارها كمستشار في صندوق النقد الدولي IMF، وده مصدر فخر واعتزاز لنا كلنا، وبنتمنى لها كل التوفيق والنجاح. وبنحتفي بمجموعة من السيدات اللي بيؤسسنا لمنتدى اقتصادي ومنتدى بيسلط الأضواء على السيدات العاملات المؤثرات في الاقتصاد وفي المجتمع. شكرا جزيلا. أستاذ هاني العصير، رئيس شركة مصر للطيران، أهلا بيك. أهلا بيك وأهلا بالحفلة الجميلة واليوم الجميل وأموال الغد كلها. احنا متشرفين احنا مع حضرتك الأول. الله يخليك يا الله. عايزة حضرتك تكلمني عن التكريم الجميل ده، أنت رأيك فيه إيه؟ والله ده هو أنا بحس إن احنا في عيد، خصوصا في رمضان. وأنا بشكر الأستاذة دينا عبد الفتاح والمجلة الجميلة أموال الغد، وأنا حسيت إن فيه نوع من التغيير موجود في مصر، مصر الحديثة، خصوصا بمشاركة المجتمع المدني مع القطاع الخاص والحكومة مع الشعب. يعني دي حاجة جديدة، والنهاردة يوم يعني أنا بفتخر بالمرأة فيه، إن المرأة بقى ليها مكان. أنا واحد من الناس طول عمري بنادي بالمساواة بين الرجل وبين المرأة، ده حق موجود في الدستور وفي القانون وفي الشريعة، وربنا خلق الإنسان كده. فالنهاردة يوم تكريم بوجود الناس الحلوة دي والتجمع الفخم والناس المثقفين دي، والمجتمع المدني دوره ابتدى يبان مع الدولة والقطاع الخاص. شايف ان المجتمع المدني دوره مهم ما بين مع المدني القطاع الخاص؟ سوري، المجتمع المدني دايما هو البريتش كوبري اللي الناس بتخطي منه، هو التواصل الاجتماعي الحقيقي الموجود في المجتمع. يعني المجتمع المدني دوت يعني هو اساس، زي البنيه التحتيه بالظبط، لازم يكون زي الام، زي العيله، زي الاخ، زي الاخت. المجتمع المدني ده حاجه مهمه جدا، يعني ان هو ده التواصل الاجتماعي بيبدا منه، هو اساس الدوله كلها، بس هو مشاركه الدوله مع القطاع الخاص، وهو دوت اللي اساس التنميه الشامله اللي كلنا دلوقتي بنحلم بيها وبنجري بيها وبتتحقق ان شاء الله. طب عايزين حضرتك تقول لنا، بتنصح السيدات بايه دلوقتي اللي بيتفرجوا على التكريم الجميل ده؟ انا بنصح السيدات زي الرجاله بالظبط، ان محدش يبطل شغل. كل ست تشتغل وكل رجل يشتغل وكل شاب يشتغل. الحل في الحياه كلها هو العمل. السياسه هي الحياه والعمل هي الحياه. سي، انا بشكر حضرتك. لا، تحت امرك يا فندم، انا متشكر قوي، وبشكر مجله اموال الغد والاستاذه دينا عبد الفتاح. والعقاريه طبعا، والعقاريه طبعا. كل سنه وانت طيب. شكرا جزيلا، وانتم بالصحه والسلامه. تعليق حضرتك على التكريم. والله هو تكريم رائع جدا بالنسبه للزميله رانيا تستحق كل التكريم. وبالنسبه للانجاز بتاع دينا واموال الغد والفريق بتاعها، عاملين شغل جامد جدا، وبيحاولوا يثبتوا ان فعلا المراه لها دور رائد جدا في المجتمع. وابسط حاجه تكريم رانيا وحصولها على وظيفه دوليه. شكرا. ميرسي. احكي لنا عن رايك بالتكريم.
هو طبعا احنا منتدى الخمسين ده منتدى اللي عملته مجلة اموال الغد، طبعا كانت حاجة خطوة رائدة. احنا اختاروا 50 سيدة وانا شرفت ان انا اكون منهم، والنهاردة كنا بنكرم واحدة من رائدات الخمسين الدكتورة رانيا المشاط. انا رايحة صندوق النقد الدولي، وطبعا يعني منتدى الخمسين واضح انه كان وشه حلو علينا زي ما قالوا، وان شاء الله يبقى فيه مزيد من الرواد في اماكن دولية ان شاء الله في الفترة اللي جاية. شكرا. بشكر حضرتك. استاذ احمد مشهور، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا يا فندم. شو رايك بالتكريم؟ لا تكريم جميل طبعا، فكره ان لازم يبقى حاصل دعم للمراه المصريه ودعم لدور المراه المصريه المهم اللي موجود في البلد، واحنا شايفين المنتدى ده والخمسين مراه ده حاجه بصراحه سعداء ان هو بلاتفورم مهم جدا معمول، فدي حاجه كلنا بنشجعها وكلنا مهتمين بيها. شكرا. شكرا لحضرتك. سعاده السفير ياسر النجار، اهلا وسهلا فيك. اهلا بيكي. احكي لي عن رايك بالتكريم. والله هو طبعا مبادره جيده جدا ان يبقى فيه في دوله من دولنا العربيه تكريم لسيدات، هم مش بس نصف المجتمع ولكن ليهم دور تنموي كبير في انشطه كتيره، سواء مجالات اجتماعيه او مجالات اقتصاديه، مجالات اعمال، تشغيل مشروعات صغيره ومتوسطه، زي ما انت شايفه في عدد كبير منهم من المجال المصرفي والبنكي، فيعني طبعا حاجه مشرفه جدا ان احنا نبقى بنكرم هذه المجموعه المنتقاه من سيدات مصر يعني. شكرا لك. العفو. دكتوره مها، اهلا وسهلا فيك. اهلا بيكي. ازيك يا زين؟ قولي لي رأيك بالتكريم 50 مرأة اللي شهدتيه اليوم، أو كان التكريم قبل هيك، بدي تقولي لي رأيك بهذا التكريم. طبعا التكريم it's about time، يعني احنا بقالنا بنتكلم المرأة والمرأة جزء فعال، فأخيرا المرأة ابتدت تتكرم. بتتكرم ليه؟ عشان شغلها، وعشان هي برضو انها توصل لمناصب عالية بتتعب بالنسبة للرجالة، لأن لسه مش بس في مصر، internationally المرأة بتلاقي صعوبة انها تنجح. وبعدين المرأة دلوقتي بقت بتساعد السيدات التانية، كان زمان المرأة مع الأسف برضو بتضطهد المرأة التانية، فدلوقتي لا، المرأة بتساعد السيدات التانية. وبعدين البروجرام عجبني، لأن البروجرام بيقول إحنا عايزين ندعم المرأة، عايزين نشوف المرأة اللي هي ما فيش اضطهاد، عايزين نشوف ناخد بإيدين بعض، كل واحد عنده خبرة يمرر الخبرة دي للي بعدها. وبعدين كرموا الدكتورة رانيا، ودي حاجة جميلة جدا، كان لها مجال إنجاز فعال في البنك المركزي، وبعد كده هتسافر ان شاء الله. طبعا تحفيز وتشجيع يعني للجيل الصغير، هيتشجع هيحس ان هو احسن، خصوصا ان كنت قاري مقاله في التايمز ماجازين ابتدوا يقولوا الجيل الجديد البنات متفوقين اكتر من الاولاد، فدي حاجه عالميه دلوقتي احنا مش بنتكلم، ودي حاجه جميله. شكرا زينة. شكرا كثير لك. شكرا زينة. مدام دينا، نحن بشرفنا تكوني معنا، بدي رأيك بهذا التنظيم اللي انت حضرتك عملتيه، كيف بدأتي فيه، شو كنتي مقررة، وشو هدفك بالمستقبل بهيك تنظيم له علاقة بتكريم سيدات وفتح المجال قدام أمام السيدات وإلى ما هنالك؟ الحقيقة توب 50 ده أنا بعتبره حاجة من الإنجازات المهمة قوي اللي موجودة في الماركت الفترة دي، لأنه بيضم أهم 50 سيدة تكنوكرات وبروفيشنالز ومسؤولين كمان. معظم المبادرات اللي احنا بنشوفها في الدولة بنشوفها مبادرات لها علاقة بتمكين المرأة الضعيفة، ولكن الحقيقة عشان تصنعي دولة لازم يكون عندك بلاتفورم فيه السيدات القادرات على التغيير، اللي عندهم الامكانيات ان هم يقدروا يغيروا. ومن هنا دي كانت الفكره بتاعتنا، ان احنا جمعنا 50 سيده في قطاعات بالغه الاهميه كلها، وقطاعات متنوعه سواء كانت قطاعات خدميه او قطاعات انتاجيه، علشان يكونوا بدايه ان هم تو انسباير بعد كده الاجيال اللي جايه كلها. واحنا قررنا ان كل سنه ال 50 سيده هيكونوا مختلفين عن السنه اللي قبلها، مش هنعمل تجربه ان انت بيبقى عندك شويه اسماء بتكرريهم طول الوقت، لان احنا مستهدفين الحقيقه ان احنا نحفز ونلهم الاجيال اللي جايه الحقيقه. اخترتي عنوان الدفاع عن المرأة الضعيفة والمضطهدة؟ لا، ما اخترتش الدفاع عن المرأة الضعيفة والمضطهدة. الحقيقة احنا فكرتنا الرئيسية انك بتدعمي المرأة القوية،
نعم آه. انت اخترتي العنوان انه انت تدعمي المراه القويه وتدافعي ايضا خلال كلامك اللي قلتيه عن المراه الضعيفه. لا احنا المراه الضعيفه سايبينها للمشروعات بتاعت الدوله، لان في مشروعات كثيره جدا بتدعم المراه الاقل دخلا، المراه الاقل تعليما، المبادرات اللي بالشكل ده. انما احنا هدفنا ان احنا انسباير، ان احنا نلهم علشان نطلع من الاجيال اللي بعدنا واللي بعدنا واللي بعدنا أجيال قادرة على التغيير، أجيال مؤهلة إنها تقوم بعملية تنمية بإمكانيات لها الصفة المحترفة. شكراً لك. ميرسي. أشكرك.